بعيداً عن الأنظار، وقبيل أشهر من تشريعية ومحليات أفريل المقبل، دخل قادة الأحزاب السياسية في رحلة بحث عن مترشحات لملء القوائم الانتخابية التي يتوجب أن تضم 30% من النساء. الأحزاب الإسلامية بالرغم من قوة تجنيدها للمرأة تقرب بتسجيل إشكال كبير في إيجاد مترشحات ذوي مستوى بفعل الواقع السياسي الراهن الذي بات ينفر الرجال قبل النساء. من خلال التجربة الأخيرة للانتخابات السعودة هذه الأخيرة ترك انطباعا سيئا بسبب أن الورع السياسي في الجزائر وخصوصا لم يتم تهيئة الواقع الاجتماعي لتهيئة المرأة لتقبل دخولها في المعترك السياسي. نحن نتكلم هنا ليس على العدد ولكن نتكلم على ناحية النوعية والكفاءة. تشكيلات أخرى من اعترفت بحيازتها لعدد كافي من النساء إلا أنها أكدت أنه يصعب حصر الترشيحات في فئة الجامعيات معتبرة أن المهم هو حيزة المترشحة لمستوى تعليمي مقبول. يستحسن تكون دراسات جامعية، ولكن احنا بالنسبة لنا يعني الشرط الأول يكون مستوى علمي محترم، معناها لأنه ماهوش معناها بشرط أن يكون تكون مرأة جامعية. بالمقابل رأت أحسب أن الإشكال في ترشيح النساء يحصل في المناطق المحافظة، أن يصعب إقناع المرأة بممارسة السياسة ودخول المجالس المنتخبة. مناطق الوطن تختلف في عاداتها وتقاليدها وثقافتها بين مناطق متفتحة المرأة حاضرة في مختلف النشاطات وبين مناطق محافظة، سيكون بإذن الله الإطار الذي يجلب هذه المرأة المحافظة وهذه المرأة الأصيلة. تعتبر الجزائر من أكثر الدول تمثيلا للمرأة في المجالس المنتخبة، فهل سنتجه إلى مجالس وردية في قادم الانتخابات؟ أم أن الأغلبية الرجالية ستبقى مسيطرة كالمعتاد؟